حدثنا يعقوب حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن شبل بن حامد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو في الرابعة. حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل